نفسك تتخض؟ تعالى. رسوب أكتر من 70% من طلاب سنة أولى طب بشري في جامعة جنوب الوادي هنا. رسوب أكتر من 80% من طلاب سنة أولى كلية طب أسنان برضو في جامعة جنوب الوادي. الله، هنا ليه؟ إيه اللي حصل يخلي من 70 لـ80% نسب رسوب في سنة أولى؟ في حاجة غلط، حاجة كبيرة غلط. وبالمناسبة مش بالضرورة تكون متعلقة بكلية الطب البشري أو كلية طب الأسنان، ومش بالضرورة تكون متعلقة بجامعة جنوب الوادي. أنا بقولك مش بالضرورة، أنا لا أجزم بشيء، وارد يكون السبب سابق على ذلك. ليه؟ عشان إحنا بنتكلم على سنة أولى، ما بتكلمش على تانية ولا تالتة ولا رابعة، أولى. إيه اللي أدى لده؟ خلونا نفهم من دكتور علي عبد الرحمن جويل، عميد كلية الطب طب هنا بجامعة جنوب الوادي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا بمعاليك. أهلا إيه اللي حصل يا فندم؟ والله طبعا هو النتيجة طلعت عندنا نسبة النجاح 28% والرسوب 72%. احنا النتيجة دي كانت مش غريبة علينا، لأن احنا كانت من الترم الأولاني كانت برضه كانت نسبة النجاح 30%. ده اللي دفعنا إن احنا نعيد الأمور ونشوف إيه الأسباب والدوافع الحقيقية وراء هذه حجم الرسوب الرهيب. رغم إن احنا دايما يعني دايما الطلاب عندنا في سنة أولى نسبة النجاح بتكون من 90 لـ95%، عمرها ما كانت بالشكل الفظيع ده إن يبقى فيه رسوب بالنسبة العالية الكبيرة. يعني السنة اللي فاتت ما كانش فيه حاجة؟ كانت 90%، كانت 90% السنة اللي فاتت. طب وإيه اللي حصل المرة دي؟ والثوابت كلها يعني أحب أعرف معاليك إن إحنا كلية طب هنا دي كلية حاصلة على الجودة، جودة التعليم، فبالتالي كل مقاييس التقييم الطلاب بتتم على تبعا للجودة. ان احنا برضو الامتحانات بتتم للجودة، طرق التدريس بتتم للجودة، المناهج بتتم للجودة بالجودة. اذا احنا كلية حاصلة تبعا تعتبر معتمدة تبعا لكل كليات اللي على العالم، الميديكال سكول من الفيدرال ميديكال سكول. اذا ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا عملت حصيله بقى اشوف الطلاب دول ايه هم دول جايين لي منين؟ وجدت لاحظت ان الطلاب دول جايين لي من مدارس بعينها ومراكز بعينها. يعني اعداد كبيره جايه من مركز من مراكز معينه ومدارس بعينها. وكل و90 من و95 ل 95% من رسوب هؤلاء الطلاب من المدارس دي. يعني 95% من الراسبين جايين من مجموعه محدده من المدارس، من مراكز معينه. كويس. برضو ايه المشكله؟ يجي مطرح من مكان ما يجي. ان الطالب ده ما كانش كفء اللي جاي، يعني في معايير ما قبل الجامعي. في معايير لنجاحه كانت غير، هو طالب غير مطابق وموافق للكليه اللي هو داخلها. يعني ايه برضه؟ ما هو واحد خد الثانويه العامه، جاب المجموع، قدم في مكتب التنسيق، التنسيق قال له انت طب اسنان او طب بشري جنوب الوادي هنا، وبعتها للجهات المعنيه انها تبحث. ان ده طالب غريب مش بتاعي. طلع ايه برضه؟ يعني احنا هم الحاجات قدام الجهات المعنيه ان الامور ده في طلاب مش قادره تتجاوز معايا. وايش معنى المدارس دي بعينها؟ يعني لما مدرسه مثلا يجيني منها 80 طالب وكلهم يرسبوا. كلهم؟ كلهم يرسبوا، يعني او مثلا من 80 نسب 79. يعني كل خريجين المدرسه الف اللي دخلوا طب جامعة جنوب الوادي هنا رسبوا بأكملهم. فده يعني ان في مشكلة فيما قبل الجامعي في الطالب اللي جايني. ما هو برضو ظن حضرتك او شك حضرتك يذهب لفين؟
يعني انا اصله طالب المدرسه وهو في الثانويه العامه. انا هسهل على حضرتك قدر استطاعتي. طالب المدرسه في الثانويه العامه ما بيمتحنش في نفس ذات المدرسه. سهلة دي. هو بيبقى اسمه خريج. انا بيجيني في الاستماره خريج مدرسه كذا. انا فاهم، لكن هو ما بيمتحنش في المدرسه دي، بيمتحن في حته ثانيه، وبالتالي هينتفي مساله او شك او ظن ان المدرسه ساعدته على النجاح. لا، انا بقول يعني الملحوظه اللي لاحظتها ان مدارس معينه بل مراكز معينه هي اللي جاني منها نسبه الرسوب دي طلاب. وده اللي يفسره برضو ان مثلا زي طب اسيوط برضو طلع النتيجه برضو 40% عندهم، ومن نفس المراكز تقريبا. دكتور علي. نعم. ربنا يخلي حضرتك. عايز تقول ايه يا دكتور؟ انا مش عايز اقول حاجه. لا، انا بقول ان في معلومه. لا، ما قبلي. لا، ما تحدفنيش في الميه وتقول لي عوم. الطالب حدفتني في الميه، ارمي معايا العوامه. ما انا لسه بتعلم. ما عنديش معلومه. انا كل اللي بقوله ان الطالب ده مش قادر يتوافق معايا اللي جاي من المدارس دي ومن المراكز دي، مش قادر يتوافق مع التعليم. بدليل انه لما كان ما بيجينيش من المدارس دي خالص، وما بيجينيش من المراكز دي خالص. انا ما كانش بيجي من المراكز دي خالص، تنسيق ما بيجيش، بيجي على محافظتي فقط لا غير. فكانت الدنيا بتطلع النتائج عادي اللي هي العادله بتاعتنا، اللي هو نتيجه سنه اولى تطلع مثلا. هي دي مراكز واحد. دي مراكز من بره محافظه انا. نعم. محافظه ايه؟ يعني محافظات بجوارنا، محافظات الجوار، محافظات من عندنا في الصعيد. بالظبط. بس مش انا. طيب، هل يذهب شك دكتور علي عبد الرحمن جويل الى انه الشائبة تشوب العملية التدريسية والتعليمية وهم في ثانوية عامة، ولا الشائبة تشوب عملية الامتحان بتاعت الثانوية العامة؟ والله ده حاجة يعني يقدر يحكم فيها ما قبل التعليم من الجامعي. يعني أنا بالنسبة لي أنا في كل الحالات الطالب ده مش بتاعي، مش قادر يتجاوب مع المعلومات بتاعت الطب. طب ليه كواليفيكيشنز معينة. حلو. لازم يبقى عارف مستوى لغة معين، مستوى في وجهة نظر معين. دكتور علي، في وجهة. نعم. نظر دكتور علي، المشكلة في طريقة التعليم والتدريس اللي خدوها الطلاب دول في مدارسهم دي اللي في المراكز دي، ولا أثناء عملية الامتحانات؟ لأن دي حاجة ودي حاجة. لا، ما اعتقد التعليم ده بيتم لكل الناس كلها سواسية. يعني هم تقصد هيتعلموا بشكل بكيفية مختلفة. يعني دكتور علي يقصد عملية امتحانهم النهائية. والله برضو انا ما كنتش معاهم وما اعرفش، عشان ما اقدرش اجزم الامور. لا، لكن هو في انا بقولش جزم، انا بقول يذهب الظن الى فين. نعم، انا بس بسأل على الى اين يذهب الظن. الصوت وطي بعد إذا حضرتك. بقول لحضرتك يا دكتور، أنا سؤالي مش بطالب بالجزم، ولكن بقول إلى أين يذهب الظن. فإن لم يذهب إلى العملية التدريسية والتعليمية، فالظنون تذهب للامتحانات. الصوت وطي، معلش الصوت وطي. بقول لسيادتك إنه لو ما كانتش المسألة ذاهبة إلى العملية التدريسية والتعليمية، إذن تذهب إلى الامتحانات. ما هو يدي ده ممكن يكون شك وارد. لذلك احنا عملنا الاحصائيات دي وبعتناها لجهات معنية عشان تسأل تشوف. يعني احنا برضو اهم حاجة ان الخريج بتاعنا لابد ان هو يكون خريج متوافر فيه كل المعايير لطالب الطب الخريج اللي يقدر يتعامل مع مريض ويؤتمن عليه حياة وارواح المرضى. طب هقول لحضرتك حاجه يا دكتور علي، وحضرتك اكتر مني درايه. بس والله صوتك واضح. الصوت كده كويس يا دكتور؟ حلو كده. لا برضو في مشكله عندي في السمع. السمع يبقى المشكله في الشبكه بقى مش قد كده ولا ايه؟ لا، الشبكه عندي كويسه والله. طيب كده سامعني حلو؟ كده سامعك معقول يعني. ماشي. انا اظن ولا انا متاكد انه حضرتك ادرى مني كتير بكيفيه قبول الطلاب في الجامعات في بلاد بره. أنا محتاج مواد تخصص أخدها وأنا في الثانوي،
علشان اتقبل في كلية الطب، كلية الهندسة، ايا كانت الكلية اللي انا هخشها. ولحد دلوقتي احنا لسه ما بنعملش كده. لا ما بناخدش، ما فيش كواليفيكيشنز، يبقى يخش الاول بره عندهم حاجة اسمها مواد التخصص، حاجات معينة تؤهله. حلو قوي. بره عنده مواد التخصص، وبره عنده حاجة اسمها ويا نفع يا ما نفعش. ايوه. ممكن وبره سنة واثنين وبعد كده يقول ما لا يصلح. لا ده قبل دي في مواد التخصص بتاعته هو. والله معلش. طيب انا انا يعني انا انا عشان يعني علشان علشان مش عايز ارهق حضرتك، انا عايز اشكرك الاول يا دكتور، وشكرا على انه يعني اتناقشنا في هذا الموضوع. كل الشكر للدكتور علي عبد الرحمن غويل، عميد كلية الطب هنا بجامعة جنوب الوادي.